السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ بإذن الله هنكمل مع بعض النهاردة شرح الجزء الثاني من المحاضرة. احنا خدنا في الجزء الأول how to ask in a clinical question، يعني ازاي يجي لي مثلا مريض من شكوى معينة أبدأ أصيغ الشكوى بتاعته ديت في شكل clinical question وأبدأ أجاوب عليه. لكن في الجزء الثاني بتاعنا دلوقتي أنا يعني أول حاجة أنا عملتها ال ask كده، حاجة بعمل حاجة اسمها acquire. acquire يعني ازاي احصل على الايفيدنس بتاعي، وعشان احصل على الايفيدنس ده لازم اكون شخص بيعرف يعمل سيرش كويس. ففي الجزء بتاعنا الثاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي اللي هو how to search for evidence، ازاي هقدر ابحث عن الايفيدنس ده، وده اللي هنعرفه في المحاضرة بتاعتنا دلوقتي يا دكاترة. انا بيجي لي حالة معينة مثلا بكيس ريبورت معين، هل مثلا ابدا ادي الديسيجن بناء على ايه؟ يعني مثلا شخص شاف حالتين او ثلاثة، زي شخص مثلا شاف 5 حالات او شاف 1000 حالة او اي حاجة من دي، فدي الحاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها level of evidence. ايه هو الليفل اوف ايفيدنس ده؟ الليفل اوف ايفيدنس ده بيكون عبارة عن بيراميد. البيراميد ده بسميه حاجة اسمها ايه؟ اللي هو الهيراركي اوف ايفيدنس، يعني التسلسل بتاع مصداقية الايفيدنس اللي انا بدور عليه. دلوقتي الشخص اللي هو بيشوف مثلا او شاف 5000 عيان او 1000 عيان، كل لما يزيد عدد البيشنتس والاستاديز اللي انا عملتها على البيشنت دولت، كل لما تكون الدراسات بتاعتي قوية، لان دلوقتي انا ببدأ يعني اشوف كل الفرايتيز المحتملة للعيان ده. فلما اجي ادور على النت وكده بلاقي عندي ايه؟ بلاقي عندي في الليفلز بتاعت الايفيدنس دي، بلاقي ممكن عندي الجايد لاينز اللي هي الكلينيكال براكتس، او ممكن الاقي عندي سيستماتيك ريفيو او راندمايزد كلينيكال ترايلز. فانا هبدا اشوف عندي كده في الطب، احنا شايفين عندنا في الطب ايه؟ في الطب هنا عندي حاجه اسمها الكلينيكال براكتس جايد لاينز، او الميتا اناليسيس، او سيستماتيك ريفيو. ليه بلاقي هنا الاستادز دي الوحيده اللي بتكون موجوده في الطب بتاع البيراميد؟ لان اصلا الشخص بيجيلي الشخص اللي هو بيحط الجايد لاينز ده بيعمل ايه؟ هو شخص بياخد كل الاستاديز اللي تحت اللي هي اتعملت قبل كده ويمسكها ويبدا ايه؟ يبدا يفرزها ويطلع منها الخلاص. اذا لما الاقي اي ديسيز ليه جايد لاينز معينه، ده بيوفر عليا ان انا ادور في الليفلز التانية. فبالتالي الجايد لاينز دي بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن خلاصه الخلاصه، يعني بتوفر عليا اعمل ايه وما اعملش ايه بخصوص اي مرض معين. بس برضه هسأل نفسي سؤال، هجف اقف واقفه كده مع نفسي واقول ايه؟ هل مثلا علماء الطب الموجودين على مستوى العالم كله عملوا جايد لاينز لكل الامراض الموجوده في العالم؟ هجاوب نفسي اقول لا، لان في امراض عادي ملهاش اي جايد لاينز. طب دلوقتي ده مرض ملوش اي جايد لاينز، هبدا اعمل ايه او اتعامل معاه ازاي؟ هبدا انزل شويه في الليفل بتاع الايفيدنس بتاع اي نعم، مثلا انا ما عنديش جايد لاينز للمرض ده، بس ممكن الاقي عندي سيستماتيك ريفيو، او ممكن الاقي عندي ميتا اناليسيس. طيب هبدا اسال نفسي سؤال كده، طيب ايه الفرق ما بين السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس؟ ما هما الاثنين عباره عن ايه؟ عباره عن سكندري ستاديز او فلترد ستاديز. يعني انا عندي الميتا اناليسيس او السيستماتيك ريفيو، الاثنين دولت بيكونوا عباره عن فلترد ستاديز او سكندري ستاديز. معناها ايه؟ معناها الشخص اللي حطها بيمسك كل الاستاديز اللي قبله، احنا قلنا اللي بيمسكها ويبدا يفرزها، تمام، ويطلع منها استادي بستادي. الاستادي دي يا اما اسميها ميتا اناليسيس يا اما اسميها سيستماتيك ريفيو. فدلوقتي عشان ما اتلخبطش وكده، لو الشخص اللي مسك الاستادي دي وبدا يفرزها وعمل لي كواليتاتيف ريسيرش، يعني انتقدها وطلع الصح والغلط اللي فيها، يعني مثلا شاف الحاجه دي مثلا والحاجه دي، بس قيمهم هما الاثنين او فرقهم عن بعض بطريقه كواليتاتيف، يعني ما فيهاش اي ارقام، وقال مثلا الحاجه دي احسن من دي، او حاجه دي مثلا بتعمل كومبليكيشن وحاجه دي ما بتعملش كومبليكيشن، فساعتها دي اسميها ايه؟ اسميها سيستماتيك ريفيو، تمام. اما لو الشخص ده خد كل الاستاديز اللي قبل كده وراح عمل لها احصاء جديده ونتائج جديده، يعني عمل لي ايه؟ عمل لي كوانتيتيف اسيسمنت، فبسميها ايه؟ بسميها ميتا اناليسيس. فعشان نفرق ما بين الاثنين دولت، لو جالي في الام سي كيو انا دلوقتي شخص، لو لقيت شخص الشخص ده توصل لنتائج جديده وعمل لي احصاء جديده، يبقى دي اسمها ميتا اناليسيس. لكن لو الشخص ده طلع لي مثلا بكونكلوجن، يعني خد كل الاستاديز دي وطلع بالكونكلوجن، او بس مجرد اللي هو انتقد وحلل الحاجات دي وعمل لها ريكومنديشن، فمعناته اسمها ايه؟ سيستماتيك ريفيوز. يعني كده اقدر اقول على الكلينيكال براكتس جايد لاينز والميتا اناليسيس والسيستماتيك ريفيو، دي عباره عن ايه؟ عباره عن سكندري ستاديز. ليه سميتها سكندري ستاديز؟ لان دي بتكون عباره عن دراسات بتعتمد على دراسات سابقه. امال بقى البرايمري جايد لاينز دي او البرايمري ستاديز دي بتكون عباره عن ايه؟ عندي اول حاجه راندمايزد كلينيكال ترايل.
randomized clinical trial، عندي الكوهرت ستادز، عندي الكيس كنترول ستادي، وعندي الكيس ريبورت او الكيس سيريز، واخر حاجه خالص اللي موجوده في القاع اللي تحت هيبقى الانيمال اند لابوراتوري ستادز. هنبدا كده مع بعض هنبدا مع بعض كده يا دكاتره مع اول استادي معانا في البرايمر ستادز اللي هي ايه، راندمايزد كلينيكال راندمايزد كنترول ترايل. يعني ايه راندمايزد كنترول ترايل؟ دي بتكون عباره عن دراسه بتعتمد اللي انا بجرب دراج جديد ودراج جديد، فبيقول لي ايه تيست تريتمنت. تاني حاجه بيقول اللي هي بتكون عباره عن بروسبكتيف. يعني ايه بروسبكتيف؟ يعني انا بدي العيان دواء والدواء ده بيبدا يمشي عليا على مدار الزمن واشوف هل العيان هيخف ولا لا. يبقى راندمايزد كنترول ترايل دي بيكون عباره عن دراسه بجرب فيها تريتمنت او دراج جديد، وبتكون ايه، بتكون بروسبكتيف. بروسبكتيف يعني انا بدي العيان الدواء ده بياخده يمشي عليه على مدار الزمن وبعد كده بشوف العيان ده هيخف ولا لا. معانا تاني حاجه اللي هي الكوهرت ستادي. يعني ايه كوهرت ستادي؟ الكوهرت ستادي دي بتكون غالبا يعني اني بدور على ريسك فاكتور او اوت كام معين. اللي بعده بقى اللي هي الكيس كنترول. الكيس كنترول ستادي بتكون برضو الكوهرت ستادي بتكون بروسبكتيف برضو زيها زي الراندمايزد كنترول ترايل. الكيس كنترول ستادي، الكيس كنترول ستادي دي بتكون ريتروسبكتيف. يعني ايه ريتروسبكتيف؟ يعني معناته الداتا بتاعتها بتكون موجوده عندي، بس انا بس جاست اللي انا باخد الداتا دي وبعمل عليها احصاء. معانا رابع حاجه اللي هي الكيس ريبورت او الكيس سيريز. بيجي لي مثلا من 2 لـ 8 حالات، بيكون مثلا فيزيشن مثلا معين او واحد معين مثلا بيشوفها، وبعد ما بيشوفها بيلاقي الحالات دي بتجمع بينهم حاجات مشتركه معينه او مثلا بيجمعهم مرض نادر معين. فدلوقتي انا شفت دلوقتي انواع مثلا الاستادز المفروض احنا عندنا في الطب فوق هتبقى الكلينيكال براكتس جايد لاينز او الميتا اناليسيس والسيستماتيك ريفيو. دي بسميها ايه، السكندري او الفلترد ستادز. بعد كده الثانيه اسمها برايمر ستادز. برايمر ستادز عندنا 4 انواع اللي هي راندمايزد كنترولد ترايل، قلنا اللي احنا بنجرب دراج جديد وبيكون بروسبكتيف. بعد كده الكوهرت ستادي اللي انا بشوف الاوتكم او الريسك فاكتور بتكون برضو بروسبكتيف. تالت حاجه معانا الكيس كنترول ستادي. الكيس كنترول ستادي بتكون ريتروسبكتيف، يعني اصلا الداتا اوريدي موجوده بس انا جاست بس اللي انا بعمل احصاء عليها. الكيس ريبورت او الكيس سيريز اللي بيجي لي مثلا حالات معينه، عدد من الحالات معينه بتجمعهم مثلا مرض معين او كده، ببدا اللي انا ايه الاحظها. وبيقول لي هنا برضو الاوبزرفيشنال ستادز بتكون ايه، بتكون اللي هو الكوهرت ستادز والكيس كنترول ستادز. اخر حاجه بقى اللي موجوده في البوتوم تحت اللي هو الانيمال او اللابوراتوري ستادز. فانا دلوقتي عشان اخد مثلا ديسيشن معين في مرض معين واخد القرار ده اخده بشكل سريع، استخدم ايه؟ هستخدم طبعا الكلينيكال براكتس جايد لاينز، لان احنا اللي قلنا الكلينيكال براكتس جايد لاينز دي بتكون عباره عن ايه، بتكون عباره عن بتجيب لي الخلاصه بتاعت كل الاستادز اللي انا عملتها قبل كده. فعشان اخد قرار سريع لا، فبقى بستخدم الجايد لاينز بتاعت المرض ده مثلا، لان بيعرفني هل المرض ده اعمل فيه كذا وما اعملش فيه كذا وهكذا. يعني دلوقتي يا دكاتره عشان ابدا مرحله البحث بتاعتي بستخدم كلمات. فبيقول لي ايه، بيقول لي لو انا مثلا ببحث عن موضوع معين او كده بستخدم اكتر من تيرم. فبستخدم ايه، ممكن استخدم حاجه اسمها الاكرونيمز. يعني ايه الاكرونيمز؟ دلوقتي لو انا مثلا ببحث عن الاكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم، فبدل ما اكتب الكلمه دي كلها استخدم مصطلح الايدز. برضو حاجه تانية، يعني مثلا لو حد بيجي بيشتكي مثلا او بيقول للدكتور مثلا هو مش قادر ياخد نفسه، فانا عايزه ادور عن المشكله اللي عند العيان ده، فبقول ايه، فبدل ما اقول ايه، ممكن اقول مثلا شورتنس اوف بريث، ممكن اقول ديسبينيا مثلا. حد تالت هيقول ايه، فانا ممكن يا دكتور اقول مثلا بريثليسنس. فعادي هل مثلا هاجي اقول له لا يا دكتور ده غلط او كده، لا كل الكلمات دي يعني شورتنس اوف بريث بتساوي ديسبينيا بتساوي بريثليسنس. كل دي بسمها ايه، بسمها حاجه اسمها سينونيمز. سينونيمز اللي ان هو عادي ممكن استخدم مترادفات لنفس الكلمه او لنفس المعنى. طيب ممكن عادي مثلا استخدم في البحث بتاعي او السيرش بتاعي ممكن استخدم ابريفيشن زي مثلا الابدومينال اورتيك انيوريزم، انا اختصرتها في اي اي اي. طيب مثلا حد هيجي يسالني يقول لي مثلا يا دكتور هو دلوقتي انا اختصرت دي في 3 حروف، طب ما الايدز برضو مختصره، ليه ما قلتش مثلا على الايدز دي ابريفيشن قلت عليها الاكرونيمز. هنفرق كده ما بين الاكرونيمز والابريفيشن. دلوقتي هاجي اسال نفسي كده، انا لما جيت اقرا الايدز هل قريتها اي اي دي اس ولا قريتها ايدز على بعض؟
فدلوقتي انا هقرر لو مثلا طلع لي كلمه جديده وقريتها باسلوب جديد يبقى دي عباره عن ايه، عباره عن acronyms. لكن لو انا قريت separate letter يعني كل حرف لوحده يبقى دي عباره عن abbreviation. طيب هندي مثال كده، لو انا جيت سالت مثلا وقلت WHO بتكون عباره عن acronyms ولا بتكون عباره عن abbreviation؟ لا هقول abbreviation. ليه؟ لان انا نطقت كل حرف كسيبرت لتر، ما نطقتهاش ككلمه واحده باسلوب جديد. كده عرفنا الفرق ما بينها ما بين الاكرونيمز والابريفيشن. الاكرونيمز بتديني كلمه لها ايه اسلوب جديد يعني، لكن الابريفيشن بستخدم ايه، بستخدم سيبريت ليتر. ممكن برضو في السيرش بتاعي ممكن استخدم ديفرنت سبيلنج، يعني كلمه ولها مثلا سبيلنج مختلف عن التاني، زي الامريكان كده والبريتش. يعني في عندي في البريتش مثلا بيقولوا مثلا على بيدياتريك اما بيجوا يكتبوها بيكتبوا مثلا بي اي اي، لكن مثلا في الامريكان بيكتبوها بي اي على طول، فعادي ممكن استخدمها في السيرش بتاعي. طيب ممكن عادي ادور مثلا بكلمات المريض او بالكلمات الطبيه، فبيقول لي هنا اللي اند ميديكال ترمينولوجي، اللي يعني الكلمات الدارجه او كلمات المريض يعني، والميديكال ترمينولوجي اللي هي المصطلحات الطبيه. فدلوقتي لو جالي مريض مثلا بعسر هضم، فبالطب الطب بالنسبه لنا مثلا بنطلق على عسر الهضم ده ايه، هتبقى ديسبيبسيا. لكن لو جالي المريض هل هيقول لي مثلا يا دكتور مثلا انا بشتكي من ديسبيبسيا؟ لا طبعا مش هيقول لي كده. امال هيقول لي ايه؟ هيقول لي يا دكتور اللي انا عندي عسر هضم، فعسر الهضم ده ممكن ابحث عنه برده واكتب في البحث بتاعي ايه، اكتب ان دايجيشن. يعني انا عندي لو انا ببحث عن عسر الهضم ممكن اكتب يا اما ان دايجيشن ككلمه دارجه يعني او كلمه بيقولها المريض، او ممكن اكتب ديسبيبسيا كميديكال ترمينولوجي. طب الفيصل عندي ايه؟ الفيصل عندي ان لو لقيت الطب بتاع الهيركي اوف ايفيدنس جاوبني على السؤال اللي انا سالت عليه يبقى خلاص كده ملوش لازمه مثلا اللي انا ايه اللي انا اغير في اللفظ ده عشان اوصل للنتيجه بتاعتي. فلازم ايه، فلازم الكلمات الدارجه دي تديني الريزلتس بتاعت الريزلت اللي انا هكتبها برضو في الكلمات اللي هي الميديكال ترمينولوجي. عندنا ايه تاني؟ عندنا اللي ممكن ادور مثلا على اسم دواء معين. طب اسم الدواء ده مثلا ممكن اكتبه ايه؟ ممكن اكتبه بحاجه اسمها البراند اند جينجريك دراج نيم، يعني براند يعني الاسم التجاري بتاعه، وجينجريك او ده بيكون الاسم العلمي بتاعه، يعني زي مثلا اللي هو الستريبن ده او سبريتن ده البراند نيم او الاسم التجاري بتاعه. ممكن برضو استخدم في البحث بتاعي بدل ما استخدم اللي هو البراند نيم ده ممكن اكتب مثلا اللي هو الكوتروميكزازول ده كجينيرك نيم اللي هو الاسم العلمي بتاعه. والفيصل عندي ايه؟ الفيصل عندي اللي لو انا كتبت البراند نيم يطلعني نفس الريزلتس بتاعت الجينيرك نيم. طيب نلخص كده يا دكاتره مع بعض السلايد دي. طيب يا دكاتره كده هنلخص مع بعض السلايد دي. هنقول كده ان ممكن استخدم في البحث بتاع الاكرونيمز زي اما اجي ابحث مثلا عن الاكوارد اميون ديفيشنسي سيندروم اكتب الايدز. ممكن استخدم السينونيمز يعني مترادفات لنفس الكلمه زي مثلا شورتنس اوف بيرث. ممكن استخدم حاجه اسمها بيرثلسنس زي الابريفيشنز. ممكن استخدم اختصارات في البحث بتاعي اما اجي ابحث يعني زي الابدومينال اورتيك انيوريزم مثلا بدل ما اكتبها كلها كامله ممكن استخدم الاي اي اي، او ممكن استخدم كلمات بديفرنت سبيلنج اللي لها زي مثلا بيدياتريك مثلا في البريتش بكتبها بي اي اي، لكن مثلا في الامريكان بكتبها بي اي بس. اللي مثلا اند ميديكال ترمينولوجي ممكن استخدم المصطلحات الدارجه او الكلمات العامه يعني بتاعه المريض، او ممكن استخدم المصطلحات الطبيه زي مثلا لو شخص عنده عسر هضم ممكن استخدم الاندايجيشن او ممكن استخدم الديسبيبسيا. ممكن مثلا برضو في البحث بتاعي ممكن استخدم براند اند جينيريك دراج نيمز زي اللي هو السيبترين. ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم اللي هو الكوتروميكزازول كجينيريك نيم. كل اللي جاي بقى بعد كده كلها دي بتكون عبارة عن أمثلة يعني، أو زي مثلا ألعب بالألفاظ يعني وأنا ببحث. زي مثلا بيقول لي هنا أول مثال معايا اللي هو لو أنا بكتب بالبريتش والأمريكان زي تيومر مثلا بدل ما أكتب أو يو آر بكتب أو آر بس. ممكن البيدياتريك زي ما احنا قلنا بس بدل ما اكتب بي اي اي اكتب بي اي دي بس، زي الثلاسيميا زي الاسوفجايتس وهكذا. ممكن ابحث برضو بالميديكال او ليتر تيرم زي مثلا تشيكن بوكس ممكن بدل ما ابحث عنها اكتب مثلا الفاريسيلا كاسم دارج يعني، او المامبس مثلا ممكن ابحث عليه اقول مثلا الابيديميك باروتايتس، او الفوميتنج اقول اميسيس. ممكن استخدم مثلا الاكرونيمز او الابريفيشنز زي الام ار اي كده اللي هو بيكون اختصار اللي هي الماجنتيك ريزونانس ايميدجينج، او السي او بي دي اللي هو الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديسيز، بس بدل ما اكتب كل ده اكتب الابريفيشن بتاعه.
ممكن استخدم دراج براندز، زي مثلا ممكن اكتب يا اما دراج يا اما مثلا حاجه من عيله الدراج دي او الاسم الدارج بتاعي، زي الايبوبروفين ممكن اكتب اللي هو البروفين، او ممكن اكتب نور بروفين، نور نورفين يعني. هنا مثلا جايب لي سيرش ايتم، يعني مثلا انا كنت ببحث عن الهارت اتاك، تمام. ممكن اكتب مثلا في السيرش بتاعي ايه، ممكن اكتب مايوكارديال انفاركشن، ممكن اكتب اختصار مثلا ابريفيشن ام اي، ببحث عن سيتي سكان، ممكن اكتب اللي هو كومبيوتد توموجرافي او كات سكان، او ممكن اكتب كومبيوتد اكزيال توموجرافي. ممكن مثلا ابحث عن عمليه معينه زي الاوبيزيتي سيرجري، الاوبيزيتي سيرجري مثلا ممكن اكتب الجاستريك براند او ممكن باند، او ممكن اكتب مثلا الويت لوس سيرجري او الجسترو بلاست، كل دي مترادفات لنفس الحاجه. مثلا الايبوبروفين ده ممكن اكتب نورفين، ممكن اكتب اديفايل، او ممكن اكتب البروفين، اي حاجه من عيله النون ستيرويد. بعد ما عرفت دكاتره الكلمه اللي انا هكتبها في البحث، اللي انا هبحث عنه، ببدا اشوف ايه، ببدا اشوف الموقع بقى اللي انا هبحث عليه. فدلوقتي في مواقع مش بتجيب لي كل الريزلتس اللي انا عاوزاها، فببدا استخدم ايه، فببدا استخدم حاجه اسمها داتابيز. داتابيز يعني ايه؟ اللي هي قاعده البيانات العالميه. فبيقول لي هنا، بيقول لي it is important to take into account the strengths and weakness of each database prior to carrying out a literature search. يعني قبل ما ابدا اعمل سيرش عن اي حاجه، ببدا اشوف قاعده البيانات دي اللي هي الداتابيز، العيوب ونقاط القوه ونقاط الضعف بتاعتها، عشان ايه؟ عشان نشوف الحاجه اللي انا عايزه اتوصلها ايه. ماشي، هنبدا كده مع بعض. مديني امثله، اصلي امثله عن الداتابيز دي. ممكن عندي موقع اسمه الاب تو ديت، وحاجه اسمها دايند بلس، وسوسايتيز، ونايس جايد لاينز، وتريبل داتابيز، والكلينيكال كي، والاير جايد لاينز تراست، وحاجه اسمها الباب ميد بيكو. الباب ميد ده بس ده اكتر حاجه بتكون مشهوره، هتكون مشهوره يعني معانا في المديول ده. المواقع دي دكاترة بستخدمها مثلا، بدل ما استخدم اللي هو دكتور جوجل. فهل لازم مثلا، هسأل نفسي كده، هل لازم مثلا اعرف كل مواقع البحث ديت؟ لا، مش شرط. انا بشوف موقع البحث اللي هو هيفيدني في البحث بتاعي، وابدا ايه، وابدا استخدمه، لان مش كل مواقع البحث دي بتكون فري، في منها بيكون فري، في منها بيكون برو. فانا ببدا اختار الموقع اللي هو هيريحني في نتائج البحث اللي انا عاوزها، والاقي عليه الحاجة اللي انا عاوزها ويكون فري، فابدا استخدمه. فهنبدأ مع بعض كده نشوف كل واحد فيهم. هو دلوقتي هكتب في الريسيرش انجن، هكتب ايه، هكتب اب تو ديت. هيفتح لي صفحة الاب تو ديت، الصفحة الافتتاحية بتاعتها اللي هي دي، واكتب اللي هي دي الصفحة الافتتاحية بتاعت الاب تو ديت، واكتب في المربع بتاع البحث ده، اكتب الكلمة اللي انا عايزة ابحث عنها. فهو هنا مثلا عايزة ابحث مثلا او اعمل سيرش عن ديسبيبسيا، عشان يطلع لي مثلا الجايد لاينز بتاعتها. فهكتب مثلا في مربع البحث ده، هكتب ديسبيبسيا، واشوف كده النتائج اللي هتطلع لي ايه. فطلع لي في نتائج البحث ايه، طلع لي ابروتش تو ادلت ديسبيبسيا. وبعد كده بعدين يعني كتب لي بعدها ايه، فانكشنال ديسبيبسيا ان ذا ادلت. وبعد كده طلع لي حاجه اسمها فانكشنال ابدومينال بين. واخر حاجه خالص كتب لي سوسايتي جايد لاينز. فهنا دلوقتي هختار ايه الحاجه اللي انا هختارها من الحاجات دي كلها. هختار السوسايتي جايد لاينز دي اللي هختارها منهم، عشان اشوف الجايد لاينز بتاعت مرض الديسبيبسيا. كده خلصنا، يبقى كده خلصنا يا دكاتره اول قاعده بيانات معانا اللي هي الاب تو ديت. هندخل بعد كده على حاجه اسمها داينين، اللي هي داين ميد. داين ميد ده زي موقع البحث بتاع الداين ميد، زي موقع البحث بتاع الاب تو ديت. بكتب هنا في مربع البحث هنا الحاجه اللي انا عايزه ابحث عنها. فمثلا انا هبحث عن الديسبيبسيا، برضو هكتب برضو في السيرش كلمه الديسبيبسيا، وابدا اشوف عندي الجايد لاينز بتاعه المرض ده في الموقع ده. يبقى كده عرفنا تاني قاعدة بيانات معانا. تالت حاجة بيقول لي حاجة اسمها societies and associations، اللي هي الجمعيات العالمية. الجمعيات العالمية دي بيكون معروف عندي جمعية عالمية بتهتم بأمراض معينة أو مجموعة من الأمراض. الجمعية دي بتكون تابعة للأوروبيان guidelines، زي مثلا جمعية عندي اسمها ايه، اللي هي اسمها الإيزل. الايزل ديت دي بتكون جمعيه، بس بتكون اختصار لايه، يعني زي اوروبيان اسوسيشن فور ذا ستادي اوف ذا ليفر، يعني الجمعيه العالميه لدراسه امراض الكبد مثلا. فهو هنا بيقول الموقع ده بيجيب لي كل الجايد لاينز اللي خاصه بالامراض دي. فبفتح الموقع واختار منه كلمه ايه، كلمه بابليكيشن، واختار من بابليكيشن دي الكلينيكال براكتس جايد لاينز اللي انا عايزه اعرفها عن مجموعه الامراض دي.
فبيقول لي، بيقول لي فايدة الموقع دي بتكمن في ايه؟ تكمن مثلا بدل ما استخدم موقع مثلا بحث مفتوح زي الاب تو ديت كده، بستخدم موقع خاص بمجموعة الامراض اللي انا عاوزها، فبالتالي ده هيوفر عليا وقت وهيوفر عليا عناء كبير قوي اللي انا ادور في كل الداتابيزز اللي بتطلع لي. تمام كده، هلاقيه هنا مثلا، هلاقيه هنا جايب لي ايه؟ جايب لي مجموعه امراض مثلا الليفر، زي مثلا هشوف كده الجايد لاينز هختار اي واحده فيهم، يعني مثلا جايب لي توبكس او كاتب لي مثلا السيروزس اند كومبليكيشن او جنرال هيماتولوجي او الهيباتيتس سي او الاميون اميتد كوليستاتيك ديزيزز والليفر تيومرز والميتابوليزم والفاريال هيباتيتس، هختار اي واحده منهم تبع الامراض الكبد يعني، واشوف الجايد لاينز بتاعتها على الموقع ده. وفي موقع بحث برضو بتاع في موقع بحث بس خاص بدكاتره الهيماتولوجي اللي اسمه ال AASLD، الاختصار بتاع الاختصار ده اختصار لايه؟ اسمه الامريكان اسوسيشن فور ذا ستادي اوف ليفر ديزيزز. فالموقع ده بيكون مشهور وكده، وبعد كده لما احنا ناخد التخصصات بتاعتنا وكده هيبقى كل شخص ليه اسوسيشن او سوسايتيز معينه مميزه بالنسبه له للتخصص بتاعه. فهو كاتب لي هنا في البريسكريبشن، كاتب لي ايه؟ كاتب لي هنا ان انا ممكن اشوف مثلا الكحول اسوسييتد ليفر ديزيزز او اي مرض من دولت، واشوف الجايد لاينز بتاعته اختارها واشوف الجايد لاينز وممكن ايه ممكن انزلها عندي. طيب يا دكاتره، في امثله برضو تانية للداتا. طيب ده يا دكاترة، احنا عندنا مثال تاني برضو للداتا بيزز اللي هي نايس جايد لاينز. النايس دي اختصار لايه؟ هيبقى ناشونال انستيتيو فور هيلث اند كير اكسلنس. ببدأ برضو اكتب في محرك البحث عندي الحاجة اللي انا عايزة ابحث عنها. فانا كتبت ايه؟ انا بحثت عن الالسراتيف كولايتس، فبشوف ايه؟ بشوف الموقع البحث او الريزلتس اللي جت لي عن الموضوع اللي هو الالسراتيف كولايتس، وابدأ اختار من التايبس هنا اشوف انا عاوز ايه يعني على المستوى وكده. انا عايزه ابحث عن الجايد لاينز اللي هي الحاجات بتاعه المرض ده، فهختار من هنا هبتدي اعمل تيك على ايه؟ على الجايد لاينز اللي موجوده في التايبس. فبعد ما اعمل تيك هيظهر لي ايه؟ بعد ما اعمل على الجايد لاينز هيظهر لي كل الريزلتس اللي خاصه بالجايد لاينز بتاعه الالسراتيف كولايتس. ممكن برضو اختار لو انا على مستوى مثلا دكتور في الماجستير او كده، ممكن اختار من التايبس دي اختار اللي هو ريسيرش ريكومنديشن، فهيطلع لي برضو بريزلتس كتيره او كده اقدر استعين بها في البحث اللي انا بعمله او كده. عندي برضو داتابيس تانية اسمها التريبل داتابيس. التريبل داتابيس ده موقع في منه بيكون ايه؟ بيكون اللي هو البرو وفي منه الفري. فبكتب هنا في السيرش المحرك البحث، يعني بكتب الحاجه اللي انا عاوزه ابحث عنها، فابحث هنا برضو عن الالسراتيف كولايتس فيظهر الريزلتس يعني. فبيقول لي هنا في حاجه اسمها الفلتر ريزلت. الفلتر ريزلت مثلا بيطلع لي كل السكندري ايفيدنس. ايه هي السكندري ايفيدنس؟ زي السيستماتيك ريفيو مثلا او الايفيدنس بيست او الجايد لاينز. هنا مثلا هبدا اختار ايه؟ هو كاتب لي اللي انا هختار مثلا الجايد لاينز اللي انا عايزه اعرفها عن الالسراتيف كولايتس. ممكن برضو بيحدد لي ايه؟ بيحدد لي برضو اللي انا ممكن اختارها في اي دوله، ممكن اختار في كندا، ممكن اختار في الولايات المتحده مثلا او انجلترا، اي مكان. في ناس مثلا بتشتكي مثلا معظم المواقع دي بتكون ايه؟ بتكون لازم ادفع فلوس فيها عشان ايه؟ اقدر اشوف الارتكلز او الريزلتس بتاعت الايه؟ بتاعت الحاجه اللي انا بدور عليها دي. فاحنا عندنا حاجه كده على بنك المعرفه المصري يعني اسمها الكلينيكال كي. الكلينيكال كي ده عباره عن موقع بيوفر لي كتب طبيه بتكون فري وابديتد. فلازم ايه؟ لازم عشان اعمل يعني استخدم يعني محرك البحث ده لازم اكون مسجل على بنك المعرفة المصري. فانا بفتح بنك المعرفة المصري واختار ساين ان واختار سورسز، وبعد كده ببدأ اختار اول سورسز واختار ايه؟ واختار عندي المحرك البحث. اول ما افتح الكلينيكال كي هلاقي عندي مثلا كلينيكال اوفر فيوز، مثلا ممكن الاقي عندي دراج مونوجرافس او ممكن كالكوليترز مثلا معادلات طبيه، واختار اختار مثلا الحاجه اللي انا عاوزها اللي هو الجايد لاينز، فاختارها من موقع الكلينيكال كي فيظهر لي مثلا جايد لاينز عن مرض معين وهكذا. يعني ممكن استخدم حاجه تانية برضو اسمها الايريك او الايركي اللي هو الاي سي ار اي. اي سي ار اي اختصار لايه؟ حاجه اسمها الامرجنسي كير ريسيرش انستيتيوت. دي برضو موقع وكده بستخدمه برضو عشان ابحث مثلا عن حاجات خاصه بالامرجنسي. وده جايب لي شكل الموقع اهو يا دكاتره. نيجي يا دكاتره كده لاخر حاجه احنا هنستخدمها يعني في داتابيزز اللي هو الباب ميد، ودي اشهر حاجه هنستخدمها في المديول بتاعنا.
هنبدأ كده مع بعض. هيفتح لي الصفحة الافتتاحية بتاعة الباب ميد جي او في. هكتب في السيرش عندي مثلا الابر جي اي بليدنج. فبعد ما اكتب في السيرش عندي الابر جي اي بليدنج هيبدأ يظهر لي الريزلتس بتاعتي. فظهر لي ايه؟ فظهر لي مثلا 10213 ريزلت. هل انا مثلا هبدا اقرا كل البيبرز اللي هي ال10000 دولت عشان اشوف الابر جي اي بليدنج الجايد لاينز بتاعته؟ لا طبعا. فطبعا انا مش هقرا كل الريزلت دي، كل الريزلت ال10000 دولت. فانا لازم اعمل ايه؟ لازم اصغر الريزلت دي او اعمل لها ليميتيشنز. ازاي بقى هقدر اعمل ليميتيشنز للريزلت اللي عندي دي؟ عن طريق ان انا ابدا اعمل حاجه اسمها السبيسيفيكيشن، او ابدا اختار ايه، اختار سب جروب من المرض اللي عندي. يعني هبدا اخد ايه؟ مش هاخد كل الابر جي اي بليدنج، هختار مثلا ايه النون فيريسيال، نون فيريسيال ابر جي اي بليدنج، وابدا ابحث عنها اشوف كده النتائج هتظهر ولا لا. فهو هنا ما بحث عن النون فيريسيال ابر جي اي بليدنج، لقى الريزلت قلت، بقت كام؟ بقت 829. فبعد ما كانت 10000 بقت 829. فبكده ايه اكون قدرت عملت ايه؟ عملت ليميتيشنز للريزلت اللي عندي. بعد كده ببدا اختار مثلا، بعد ما اشوف الحاجه الارتكل اللي انا وصلت لها والريزلت اللي انا وصلت لها، ببدا اختار مثلا هل انا عايزها بي دي اف ولا فول تكست. وبيقول لي هنا برضو للباب ميد ده بيديني اوبشنز كتيره برضو بتكون موجوده عليه، زي مثلا اللي انا ممكن عادي احفظ يعني الصفحه اللي انا كتبتها او توصلت ليها اعملها عن طريق سيف مثلا، او ممكن اعمل ايميل على الباب ميد، او مثلا ممكن ابعت الحاجه دي مثلا او الارتكل ده اللي انا بقراها والريزلت دي ابعتها مثلا عندي على الايميل مثلا عشان انا ببقى فاضي اقراها بعدين. فهي دي كلها اوبشنز بيدعمها لي يعني الباب ميد. في اوبشنز تانية برضو، هل مثلا الباب ميد ده بيعرف مثلا ليفل اوف ايفيدنس؟ لا طبعا عارف الليفل اوف ايفيدنس، زي مثلا ايه؟ زي مثلا هو كاتب لي هنا الليفل اوف ايفيدنس، ممكن الاقي مثلا بوكس، ممكن الاقي كلينيكال ترايل، ممكن ميتا اناليسز، ممكن راندمايزد كنترولد ترايل، ممكن ريفيو، ممكن سيستماتيك ريفيو. انا اختار من دولت ايه؟ اختار سيستماتيك ريفيو. وفي برضو الباب ميد ده بيديني اوبشنز تانية، زي اللي هو ممكن يعمل ليميتيشنز للريزلت اللي انا هتوصل ليها عن طريق حاجة اسمها الاديشنال فلتر. الاديشنال فلتر اللي انا ممكن ايه، ممكن اقدر احدد التايم، تايم معين لابحاث اتعملت مثلا في اخر 10 سنين، في اخر 5 سنين، وهكذا يعني. والباب ميد برضو بالاضافه للاديشنال فلترز دولت ممكن يديني برضو الارتكل تايب اللي انا ممكن اختار ايه. ممكن اختار مثلا جفرنمنت بابليكيشن، ولا اختار جايد لاين، ولا اختار مثلا انترفيو، ولا اي حاجه، فبختار منها جايد لاين برضو. فدي يعتبر ايه؟ فدي يعتبر كل الطرق اللي فاتت او كل الاوبشنز اللي فاتت دي بتعتبر اللي انا بعمل ايه، بعمل بها ليميتيشن للريزلت اللي انا عايزه اوصل لها. فعلى موقع الباب ميد برضو، عندي موقع الباب ميت برضو في اوبشنز تانية، زي حاجة اسمها displaying display options. display options دي يعني مثلا انا مثلا ما اجي اعرض الصفحة وكده بشوف عدد الصفحات اللي انا عايزة اعرضها قد ايه في الصفحة دي. فمثلا لو شخص عايز يقرأ الحاجة بخط كبير او كده فهيعرض عدد صفحات اقل، فانا مثلا بحدد الموقع ده اقول له مثلا ما تعرضش اكتر مثلا من 5 صفحات، من 10 صفحات، وهكذا. عن طريق ايه؟ عن طريق display option. واحنا عرفنا ايه؟ عرفنا وظيفة السيف والايميل والسند تو. اللي سيف مثلا لو انا عايزه اقرا الحاجه دي او احفظ الحاجه اللي انا عملتها اختار سيف، عايزه اعمل ايميل على الباب ميد اختار ايميل، عايزه اعمل مثلا ابعت الارتكل او ريزلت دي واقراها بعدين ليا اختار سند تو. في حاجه برضو اسمها ايه، ذا 3 بيزك بولن اوبريتورز او بول اوبريتورز. دلوقتي بيقول لي، طيب انا ساعات مثلا ببقى عايزه ادور على مرضين مع بعض، زي مثلا لو شخص مثلا عنده، او شخص مثلا هيباتيك وعنده سكيميك هارت ديسيز وعنده برضو دايابيتس، ايه هي الاوبشنز اللي عندي اللي انا ممكن استخدمها في السيرش اللي هي ممكن تجمع ما بين الثلاث امراض دولت؟ ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم اند، ممكن استخدم اور، ممكن استخدم نوت. دلوقتي مثلا لو انا بدور على حاجتين، والحاجتين ده لو انا عاوزه مثلا الحاجه دي حاجه تجمع ما بينهم هما الاثنين، فبختار اند. ليه؟ لان اند هتجيب لي كل الحاجات المشتركه اللي ما بينهم. ممكن مثلا لو انا عايز الحاجه دي او دي اختار اور، لو انا مثلا عايز الحاجه دي مش عايز الحاجه دي اختار نوت، وهكذا يعني. فهو كاتب لي مثال هنا بيقول ايه، لو مثلا لو انا ببحث عن حاجتين مثلا اسمه البوبي والكيتن، لو انا عايز الحاجات المشتركه ما بينهم فبكتب ايه، بوبي اند كيتن. لو انا عايز دي او دي عشان يجيب لي كل الحاجات اللي هنا وكل الحاجات اللي عن الكيتن، يعني يجيب لي كل الحاجات اللي عن بوبي وكل الحاجات اللي عن الكيتن اختار اور. مثلا عايز حاجه ومش عايز الحاجه التانية فاختار ايه، فاكتب نوت.
فبيقول لي اهو الاند بتجيب لي الحاجه المشتركه اللي ما بينها هتبقى بوست تيرمز، الاور ايزر تيرم يا دي يا دي، نوت بتجيب لي جاست وان تيرم يعني حاجه واحده. طيب يا دكاتره، يعني مثلا لو جالي عيان عنده مرض في القلب وبياخد انتي كواجولانت، وانا شخصته وبعد كده انا شخصته اللي عنده قرحه في المعده، فانا دلوقتي مثلا هل انا اخليه يبطل الانتي كواجولانت ويموت من القلب، ولا اخليه ياخد الانتي كواجولانت ويموت من القرحه؟ طب دلوقتي انا في حيره من امري، فانا ببدا لازم ايه، لازم اجمع بين الحاجتين دولت في السيرش اللي انا هعمله. فانا بعمل ايه، بتاني كاتبه في محرك البحث بتاعي لشخص مثلا عنده نون فارسيه للابر جي اي بليدنج اند انتي كواجولانت، فهيجيب لي ايه، فيجيب لي الصفات او الحاجات المشتركه ما بين الاثنين دول بس، فطلع لي ايه، فطلع لي 57 ريزلت. فدلوقتي لو انا عايزه اعمل اكسبانشن للريزلت احط ايه، احط اللي انا مثلا شخص بياخد انتي كواجولانت بياخد برضو انتي ثرومبوتيك، فاكتب ايه، فاكتب اور في محرك البحث بتاعي، فيجيب لي ايه، فيجيب لي كل الحاجات اللي عندي او كل الحاجات اللي عندي، هيجيب لي الاثنين مع بعض. فايه، فدلوقتي الريزلت عندي ايه لما حطيت اند كانت 57، اما اجي بقى احط اور يعني مثلا شخص عنده نون فيروسيه الابر جي اي بليدنج اند انتي كواجولانت اور انتي ثرومبوتيك، فهيجيب لي ايه، هيحصل اكسبانشن الريزلت، يعني بعد ما الريزلت كانت 57 هتبقى الريزلت كام، 22000. هل مثلا ممكن استخدم الاقواس؟ طب ايه فايده الاقواس دي؟ الاقواس بسميها حاجه اسمها البارانسيسز. بارانسيسز يعني ايه، لما انا بستخدم اي قوس بيعمل لي ليميتيشن، لان الاقواس دي معناها ان انا عاوز كل الحاجات الخاصه بالحاجه اللي موجوده بين القوسين دول، تمام. فاحنا هنشوف دلوقتي كده الريزلت عندي قلت اهو، ليه، لان انا كتبت في السيرش، في السيرش عندي ايه، نون فيرسيل ابر جي اي بليدنج اند، وحطيت ما بين الاقواس ايه، انا عايز الحاجات اللي هي سبيسيفيك للحاجه اللي بين الاقواس دي اللي هي الانتي كواجلانت اور انتي ثرومبوتيك، وقال لي برده بعد كده الشخص ده ما بقاش ياخد الاسبرين، فزود نوت نوت اسبرين، فطلع لي، طلع لي الريزلت بدل ما كانت 22000 بقت كام، بقت 48، فحصل ايه، حصل ليميتيشن اوف ذا ريزلت. بعد كده قلنا ان احنا ممكن نعمل سيف للحاجه دي واقدر اقراها بعدين، ممكن اعمل برضو في اوبشنز تانية اللي انا اعمل سيند تو اللي انا ابعتها لنفسي واقراها بعدين. ممكن عندي حاجه اسمها، الحاجه اسمها كرييت اليرت. يعني ايه كرييت اليرت؟ لو انا مثلا في موضوع مثلا انترستد ليه قوي، تمام، ببدا اضغط عليها وكده عشان يوصل لي نوتيفيكيشنز عن الابديتس بتاعه الموضوع دي، بس لازم اكون مسجل على الباب ميد عشان توصل لي كل الحاجات الجديده عن الحاجه اللي انا ايه انترستد ليها. في حاجات تانية او اوبشن تاني برضو اسمه ادفانسد. يعني ايه ادفانسد؟ الموقع ده بيوريني خريطة البحث او الحاجة اللي مش عليها الموقع ده عشان يبحث عن موقع الحاجة اللي انا عاوز اوصل لها، يعني فده يعتبر الخريطة عن الحاجة اللي انا ببحث عن، اللي انا حاجة اللي انا ببحث عنها. زي ايه مثلا؟ زي اللي هو هنا كاتب لي مثلا اللي هو بحث في حاجة اسمها نون فيروسيال اول فيلد اند مثلا ابر جي اي اول فيلد، يعني كل الحاجات اللي فيها كلمه ابر بحث عنها، وابرز بحث عنها، نون فيريسيال بحث عنها، وهكذا يعني. طيب يا دكاتره، هل انا مثلا ممكن استخدم في البحث بتاع او وانا بكتب البحث وكده، هل ممكن استخدم علامه النجمه، او ايه فايده علامه النجمه دي؟ طبعا في ابحاث او كده، او في ناس جربوها وحطوا ايه، يعني مثلا لو اطفال وكده عندهم الاتش بايلوراي، فهم مثلا جم بحثوا عن الاطفال اللي هم الاتش بايلوراي وكتبوا تشيلدرن، وفي ابحاث تانية كتبوا تشايلد مثلا وجنبها نجمه. فالمهم يعني انه الاشمل فيهم، يعني اما اكتب تشيلدرن ولا اكتب تشايلد؟ الاشمل اللي انا اكتب تشايلد، ليه، لان هتجيب لي كل الارتكلز او الريزلت اللي بتتكلم عن التشايلد والتشيلدرن. لكن ليه، لان في بعض الريزلت يعني او بعض الارتكلز مش بتكتب كلمه تشيلدرن، بتكتب تشايلد، فهو بيجيب لي كل الحاجات اللي هي بتكون خاصه بالتشايلد عموما، يعني الاتش بايلوراي موجوده في التشايلد عموما في كل بقى الارتكلز اللي عندي. فبالتالي ايه، فبالتالي النجمه دي بتعمل ايه، بتعمل اكسبانشن للريزلت اللي انا عايزه اوصل لها. تاني حاجه معانا اسمها الكوتيشن مارك. طيب ايه فايده الكوتيشن مارك دي؟ الكوتيشن مارك دي بتحدد لي اللي انا عاوز الكلمتين اللي موجودين بين الكوتيشن مارك دول مع بعض وبنفس الترتيب. فهو بيقول لي هنا مثلا ان هو بيبحث عن الابر جي اي بليدنج في الاسوفجيال فيروسز، فطلع لي الريزلت مثلا 1382 ريزلت. فانا لما احط الكلمتين اللي هو الاسوفجيال فيروسز دي احطهم بين كوتيشن مارك، هلاقي عندي، هلاقي الريزلت قلت. ليه؟ لان هو انا عايز الكلمتين دول يبقوا مع بعض بنفس الترتيب، هيجيب لي ايه، فالريزلت تقل، يحصل لها ليميتيشن، فهيجيب لي الريزلت كام، هيبقى الريزلت عددها قل بقى كام، بقى 494 ريزلت.
يبقى كده، يبقى كده الكوتيشن مارك يا دكاتره عملت ليميتيشن للريزلت. لكن النجمه لما كنت بحطها مثلا بعد كلمه تشايلد كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل لي اكسبانشن ريزلت، لان في احنا قلنا اللي فيه ارتكلز او مقالات يعني او ريزلت، مش بتكتب كلمه تشايلد، بتكتب كلمه تشايلد، فهو يجيب لي كل ريزلت اللي في كل المجالات او في كل الارتكلز يعني اللي كتبت كلمه تشايلد. برضو في حاجة تانية، في حاجة اسمها الكاستم رينج، اللي انا مثلا بحدد الوقت اللي تعمل فيه الدراسة دي عن طريق اللي انا بعمل ايه، بكتب الستارت ديت والاند ديت. طيب يا دكاترة، هنا في السلايد بيقول لي ازاي اعمل اكسباند للريزلت بتاعتي، هي دي ملخص للحاجات اللي احنا شرحناها قبل كده يعني. فهو بيقول لي هنا ممكن احط سيمبلز زي مثلا ايه، النجمة زي ما قلنا كده، كلمة تشايلد او تشيلدرن. التشايلد طبعا هتجيب لي كل مواقع البحث اللي هي بتتكلم على التشايلد في الاتش اي بايلوري. فهو بيقول لي هنا ان انا ممكن احط نجمة دي تو ذا وورد روت ان اوردر تو ريترايف فاريانت اندكس. ممكن حاجة تانية برضو اللي انا اتاكد من اللي انا كاتب السبيلنج صح، فبيقول لي انشور ذا تكست وورد سبيلنج ار كوريكت، ان انا اتاكد الحاجة اللي انا كاتبها في محرك البحث دي بتكون صح. اتاكد برضو اللي انا كتبت انشور ذات يو هاف كومبايند يور سيرش تيرمز يوزنج ذا كوريكت بولن لوجيك كونسبت، زي مثلا انا استخدمت الاند او الاور عشان اوسع اعمل اكسباند الريزلت بتاعتي. ممكن ايه تاني، consider reducing the number and the type of limits applied to the search. يعني دلوقتي كل لما السيرش يكون more specific كل ما الريزلت بتاعتي بتكون ادق يعني. بيقول لي حاجة تانية برضو اللي هو ensure you have searched for related words زي synonyms والacronyms، يعني انا مثلا اتأكد اللي انا استخدمت في البحث بتاعي مترادفات صح للموضوع اللي انا عايزة اوصل لنتيجة ليه. اخر حاجة معانا بيقول لك search for terms that are broader for the topic of interest. يعني مثلا انا لو ببحث عن الفريسية مثلا bleeding، فمثلا لقيت عدد الريزلت اللي طلعت مثلا قليلة، فهشيل الفاريسيل واحط الابر جي اي بليدنج فيظهر الريزلت اكتر. تمام كده، يبقى نعيد السلايد دي بسرعه. اللي انا احط عشان اعمل اكسباند او اوسع الريزلت بتاعتي، احط مثلا نجمه، او ممكن اعمل ايه انشور ذا تكست وورد سبيلنج ار كوريكت، اللي انا اتاكد السبيلنج كاتبه صح. اللي انا استخدم اللي هو البولين لوجيك كونسبت، اللي هو استخدم اند او اور. اللي انا برضو اعمل ايه، كونسيدر ريديوسنج ذا نمبر اند تايب اوف ليميتس ابلاي تو ذا سيرش. ممكن اعمل ايه تاني، اللي انا اتاكد اللي انا استخدمت الريليتد ووردز للموضوع اللي انا عايز ابحث عنه. اللي انا اعمل ايه تاني، اللي انا ممكن اعمل سيرش فور تيرمز ذات ار برودر فور ذا توبيك زي الفاريسيل والابر جي اي بليدنج كده. طيب يا دكاترة، مثلا لو انا عايزة اعمل ليميت الريزلت بتاعتي دي، لو انا عندي ريفرنسز كتيرة، ببدأ احدد الاستادي ديزاين بتاعي. يعني مثلا لو اخترت في الاستادي ديزاين مثلا سيستماتيك ريفيو، ممكن اختار راندمايزد كنترولد كلينيكال ترايل مثلا، ممكن اختار اي حاجة من دي. بحدد مثلا الاستادي ديزاين اللي انا شغال عليها، ممكن احدد الايدج باي ايدج، يعني ممكن ايه اختار مثلا الاشخاص اللي هو الادلت او الالدرلي. اخلي الاستادي بتاعتي اكتبها بالانجليزي، يبقى تو ستاديز ريبورتد اونلي ان انجلش، او اخلي الاستادي مثلا انا طبعا شغاله على هيومنز اخليها على هيومنز نوت انيمال. ممكن احط تاني برضو ايه، كونسيدر ادينج اللي هو البولين لوجيك كونسبت، اللي انا ممكن ايه احط اند عشان يجيب لي الحاجه المشتركه ما بين الحاجتين اللي انا عايزه ابحث عنهم، او اتاكد ان التكست ووردز بتاعتي بتكون ابروبريت للموضوع اللي انا بعمل سيرش عنه. فبيقول لي في الاخر اهو، انشور يو هاف سيرشد فور ابروبريت تكست ووردز ايذر وايز ات مايت بي ات مي بي ابروبريت فور اونلي سيرش فور سبجكت هيدلاينز. يبقى نقوله مع بعض كده، ازاي اعمل ليميتيشن ريفرنسز بتاعتي. ده بيعتمد على ان انا بختار بارتيكولار ستادي ديزاين، بختار الايدج بتاعي، بخلي الستادي ديزاين بتاعتي اونلي ريبورتد ان انجلش، وستادينج انفولفينج اونلي انيمالز يعني اونلي هيومنز نوت انيمالز، وبرده اللي انا بستخدم اللي هو البولين لوجيك كونسبت اللي هو الاند، واتاكد برده الحاجه اللي انا ببحث عنها دي بتكون ابروبريت للموضوع. هنراجع كده مع بعض كده دكاتره سريعا عن المحاضره بتاعتنا. المحاضره بتاعتنا بتتكلم عن ايه، هاو تو سيرش فور ايفيدنس، ازاي اقدر اعمل سيرش او استخدم الايفيدنس ده. عندي حاجه اسمها ليفل اوف ايفيدنس. ليفل اوف ايفيدنس احنا قلنا للطب بتاعه بيبقى سميه سكندري او فلتر. بلاقي عندي ثلاث حاجات اللي هو الكلينيكال براكتس جايد لاينز والميتا اناليسز والسيستماتيك ريفيو. احنا قلنا الحاجات اللي موجوده في الطب دي بتبقى خلاصه الخلاصه، يعني كل الريزلت اللي اتعملت تحت انا ببدا الخصها وافرزها واعمل كل حاجه فيها عشان اطلع منها بالخلاصه اللي هي الجايد لاينز اللي انا هقدر امشي عليها في مرض معين او كده. هنيجي بعد كده
كده نفرق بين حاجه اسمها الميتا اناليسز والسيستماتيك ريفيو. دلوقتي انا باخد ريزلت، الريزلت دي ببدا افرزها وبعد كده بطلع منها ستادي. الاستادي ديت لو لقيتها انا عملتها كواليتاتيف، يعني عملت لها نقد، نقد مثلا وريكومنديشن وكونكلوجن يعني بس كواليتاتيف، يبقى دي على طول سيستماتيك ريفيو. لو انا مثلا جيت عملت احصائيه جديده او ستادي جديده يبقى دي اسمها ميتا اناليسز. بعد كده عندي حاجه اسمها البرايمري ستادي. البرايمري ستادي بيشمل ايه؟ راندمايزد كنترولد ترايل، زي مثلا اللي انا بجيب دراج معين، دراج معين وابدا اختبره، بيكون بروسبكتيف. بروسبكتيف يعني ايه؟ يعني انا بجيب المريض وامشي على الدواء ده لفتره زمنيه معينه وبعد كده اشوف الريزلت بتاعتي. ممكن كوهارت ستادي بشوف اللي هو الاوت كام او الاكسبوجر، او ممكن يبقى كيس كنترول ستاديز. بتكون ريتروسبكتيف. يعني ايه ريتروسبكتيف؟ اللي انا اوريدي اصلا عندي الداتا جاست، بس اللي انا بعملها احصاء. ممكن يبقى كيس ريبورت، اللي انا بعمل ايه، بيجي لي مثلا 8 مثلا من حالتين 8 حالات وابدا الاحظ مثلا الحاجات، الحالات دي بيكون ما بينهم مثلا مرض نادر معين وكده وابدا اعمل استدي عليه. اخر حاجه اللي موجوده في البوتوم اللي هي الانيمال اند لابوراتوري جايد لاينز، بيقول لي هنا لما اجي اكتب في محرك البحث بتاعي بكتب كلمه، الكلمه دي ممكن تبقى اكرونيم زي يعني إيه، يعني مثلا زي الاكوايرد اميون ديفيشنسي ديسيز مثلا بختصرها واكتب الايدز، زي سينونيمز مثلا يعني مترادفات، زي شورتنس اوف بريس ممكن اكتب بريسلسنس، ممكن تبقى ابريفيشن يعني اختصارات زي الابدومينال، الابدومينال اورتيك انيوريزم ممكن اكتب اللي هو اي اي اي. ممكن يبقى حاجه مثلا ولها سبيلنج مختلف، زي مثلا بيدياتريك هنا في البريتش بكتبها بي اي اي، لكن مثلا في الامريكان بكتب بي اي. ممكن يبقى كلمات دارجه او مصطلحات طبيه زي اللي هي اند ميديكال ترمينولوجي، زي شخص لو عنده عسر هضم او كده اللي هو اندايجيشن ممكن اكتب ديسبيبسيا او اكتب indigestion. ممكن يبقى براند اند جينيريك دراج نيمز، زي مثلا لو انا عندي بكتب اسم تجاري او اسم الاسم يعني العلمي بتاع الدواء، زي الدواء المثال اللي عندنا ده. وهنا كاتب لي امثله برضو، بيقول لي هنا ايه، it is important to take the account strengths and weakness of each database. لما اجي ابدا ابحث بقى بستخدم حاجه اسمها الداتابيز اللي هي قاعده البيانات العالميه، دي لازم اخد في عين الاعتبار ان كل قاعده بيانات بيكون لها مميزات وعيوب قبل ما ابدا انفذ السيرش بتاعي. ايه هي الانواع بتاعتها؟ عندنا حاجه اسمها الاب تو ديت، عندي حاجه اسمها dynamed بلس او societies، او حاجه اسمها نايس جايد لاينز او تريبل داتابيز او الكلينيكال كي، او اللي هو الاي سي ار اي جايد لاين تراست، او الباب ميد بيكو اللي هو احنا بنستخدمه كتير. ده بيفتح لي مثلا، ببدا اكتب في محرك البحث مثلا اب تو ديت، بيفتح لي مثلا السيرش ببدا اكتب الحاجه اللي انا عاوزه اوصل لها وكده. بعد كده زي مثلا ديسبيبسيا مثلا كنت عايزه ابحث عنها في الاب تو ديت، واختار ايه، واختار سوسايتي جايد لاينز عشان اشوف الجايد لاينز بتاعتها. برضو زي الدايناميد زي وزي، او داين ميد، داين ميد ده زي وزي الاب تو ديت نفس الخطوات بتاعته. ممكن برضو عندي سوسايتيز اند اسوسيشنز يعني جمعيات عالميه، الجمعيات العالميه دي مثلا بتبقى خاصه او بتهتم مثلا بمجموعه امراض معينه، ببدا مثلا بدل ما ابحث على قاعده البيانات اللي هي بتجيب لي كل الريزلت او ابحاث كتيره او كده، ببدا اعمل ايه، يعني ببدا اختار الحاجات اللي انا سبيسيفيك ليها بس. زي مثلا دي حاجه اسمها الايزل، الايزل دي اسمها ايه، الاروبيان اسوسيشن فور ذا ستادي اوف ليفر، ببدا اختار عندي بابليكيشنز واختار ايه الكلينيكال براكتس جايد لاينز، فهي بتديني ايه، بتديني اوبشنز اهو الامراض اللي خاصه بامراض الكبد مثلا، زي مثلا الاسيروزس، الهيباتايتس سي، الليفر تيومرز مثلا، الفيرال هيباتايتس. ودي برضو ودي حاجات برضو زي اللي فاتت. يعني عندنا حاجه ايه، عندنا حاجه اسمها النايس جايد لاينز. يعني ايه نايس جايد لاينز؟ اللي هي ناشونال انستيتيو فور هيلث اند كير اكسلنس، دي المفروض برضو محرك بحث بستخدمه، بكتب الحاجه اللي انا عاوزها تمام. مثلا انا كتبت الارثرتيف كولايتس، كتبتها وبعد كده ببدا اختار من التايب، مثلا هل انا عايز جايدنس ولا عايز ريسيرش ريكومنديشن ولا نيوز ولا ايه بالظبط، فبختار اللي انا اخترت مثلا الجايد لاينز او الجايدنس. الجايدنس فيجيب لي كل حاجه عن السيرتيف كولايتس في الجايدنس دي. ممكن يبقى عندي تريبل داتابيز، التريبل داتابيز دي برضو في منها البرو في منها الفري، بكتب في السيرش تيرمز مثلا بكتب الكلمه اللي انا عايز ابحث عنها، وبعد كده اذا كتبت مثلا الالسراتيف كولايتس ببدا احدد اللي هو السكندري ايفيدنس، زي مثلا احدد انا عايز سيستميك ريفيوز ولا عندي عايز مثلا ايفيدنس بيزد ولا عايز جايد لاينز، فاختار الجايد لاينز. وممكن اختار من الجايد لاينز دورت برضو مكان الحاجه اللي حصل، يعني مكان مثلا ممكن اختار كندا، ممكن اختار يو اس اي، ممكن اختار يو كي. عندنا برضو محرك بحث تاني اللي هو الكلينيكال كي اللي هو موجود على بنك المعرفه المصري. عندنا ايه تاني؟ عندنا اللي هو الاي سي ار اي اللي هو الامرجنسي كير ريسيرش انستيتيوت، تخصص بالامرجنسي، وده شكله
وعندنا حاجه اسمها باب ميد. باب ميد احنا قلنا ايه، بنكتب الحاجه اللي احنا عاوزينها في السيرش، وبعد كده مثلا بيظهر الريزلت، ظهر لي هنا ريزلت كتيره قوي، فانا عامل عايزه اعمل ليميتيشن الريزلت دي، فبعمل ايه، ببدا اعمل بختار سب جروب من المرض اللي انا مختاره ده اللي هو الاي ابر جي اي، فاخترت هنا ايه، اخترت نون فاريسيال، فلقيت الريزلت عندي قل. ايه تاني بختار، ايه برضو ببدا اختار الليفل اوف ايفيدنس، دي اوبشنز موجوده على الباب ميد، فاخترت سيستماتيك ريفيو. عندي برضو اديشنال فلترز اللي هي ممكن ايه، ممكن تحدد لي مثلا الزمن او الوقت بتاع الابحاث اللي انا عاوزها، يعني مثلا عاوز مثلا ريزلت في اخر 10 سنين، في اخر 5 سنين، وهكذا. يعني في حاجة تانية برضو اللي احنا ممكن نحدد الطيب بتاع الارتكل ده، اللي هل هو مثلا governmental publication ولا guideline. برضو الباب ميد بيديني اوبشنز تانية اللي انا ممكن اعمل سيف للارتكل ده او ايميل، او ممكن اعمل سند تول اللي انا ممكن ابعته لنفسي مثلا او كده وبقراه بعدين. في عندي حاجة اسمها displaying options، يعني انا ببدأ احدد عدد الصفحات اللي عايزة اعرضها في الصفحة بتاعتي، يعني مثلا عايز 5 صفحات، عايز 10 صفحات، وهكذا. يعني عندنا حاجة اسمها ايه، the three basic pollen operators، يعني مثلا بيجي لشخص مثلا وعنده اكتر من مشكلة، فانا عايزة ادمج المشاكل دي مع بعض، فبستخدم، ممكن استخدم and، ممكن استخدم or، ممكن استخدم not. ممكن استخدم and زي مثلا بوبي والكتن، انا عايزة اشوف الحاجات المشتركة ما بينهم، فبيقول لي ايه both terms، فبيجيب لي الحاجة المشتركة اللي ما بينهم. or مثلا بيجيب لي يا دي not بيجيب لي just one term. هنا يعني مثلا انا ببحث شخص مثلا عنده القلب وكده، بياخد انتي كواجلانت وبعد كده حصل له قرحه في المعده، فانا عايزه ابحث على الحاجات المشتركه ما بينهم هما الاثنين، فكتبت في السيرش بتاع الباب ميد، كتبت نون فيريسيل ابر جي اي بليدنج اند انتي كواجلانت، فهيجيب لي كل الريزلت اللي هي المشتركه ما بينهم. فانا دلوقتي لو انا مثلا عايزه اعمل اكسبانشن مثلا، الشخص ده بقى ياخد برضو انتي ثرومبوتيك مع الانتي كواجلانت، فبكتب ايه، بكتب اور، فهكتب في السيرش بتاعي نون فيريسيل ابر جي اي بليدنج اند انتي كواجلانت اور انتي ثرومبوتيك، فلقيت الريزلت حصل لها اكسبانشن، اللي هي بدل ما كانت 57 بقت كام، بقت 22. ممكن استخدم حاجه اسمها البارانسيسز اللي هي الاقواس، دي الاقواس دي بتعمل لي ايه، هي بتعمل ليميتيشن للريزلت بتاعتي، لانها بتختص او بتهتم بالريزلت بتاعت الحاجات اللي انا بحطها من بين القوسين دي، زي مثلا اهو انا كتبت في السيرش عندي نون فيريسيل ابر جي اي بليدنج اند، وحطيت ما بين القوسين انتي كواجولانت اور انتي ثرومبوتيك نوت نوت اسبرين، الشخص ده ما بقاش ياخد الاسبرين في الفتره الاخيره يعني. فلما حطيت الحاجه دي ما بين القوسين جاب لي الريزلت الحاجه الخاصه بالحاجات اللي هي من بين القوسين دي، فعامل ليميتيشن الريزلت، بدل ما كانت 22,000 بقت 48. ممكن استخدم نوت برضو، ودي برضو احنا قلنا اللي من ضمن الاوبشنز اللي موجوده في الباب ميد حاجه اسمها كرييت اليرت، يعني انا لو سجلت او عملت مثلا ايميل لي على الباب ميد ده، ومثلا انا في موضوع انترستد لي وعايز يجي لي نوتيفيكيشن عن الموضوع ده، فبستخدم اللي هو الكرييت اليرت. ممكن حاجه تانية، اوبشن تاني اسمه الادفانسد، بيوريني الخريطه اللي ماشي عليها عشان يوصل لي للريزلت اللي انا ظهرت لي دي، زي مثلا ايه اللي هو بحث عن كل حاجه نون فاريسيال، بحث عن كل حاجه ابر وابرز، وبحث برضو في جاسترو انتستاينال، وبحث في اي حاجه فيها كلمه بليدي، وهكذا. يعني ممكن استخدم كلمه النجمه، والنجمه دي بتعمل ايه، بتعمل اكسبانشن للريزلت، ليه، لان مثلا اطفال مثلا بيجي لهم الاتش بايلوراي، فمثلا هل اكتب تشايلد ولا تشيلدرن، اكتب تشايلد افضل يعني، لانها بتعمل اكسبانشن ريزلت، فهتجيب لي كل الارتكلز او الريزلت اللي بتتكلم عن التشايلد عموما. ممكن احط كوتيشن مارك، الكوتيشن مارك ديت يعني مثلا كاتب لي هنا في البحث الابر جي اي بليدنج ان اسوفجيال فيروسز، فطلع لي ريزلت مثلا 1382، فانا لما احط كوتيشن مارك ما بين الكلام اللي انا عايزه اوصله ده، فهيقلل لي نسبه الريزلت بقت كام، بقت 494. هنا في الاخر بقى جايب لي سلايد ملخصه، دي مهمه جدا بقى، اللي هو ايه، ازاي اعمل اكسباند للريزلت بتاعتي لو انا عندي فيو ريفيرنس، وازاي اعمل ايه، وازاي اعمل ليميتيشن، ازاي اعمل اكسباند بقى. اول حاجه اللي انا بضيف ممكن اضيف النجمه، ممكن اعمل ايه تاني، انشور ذا تكست وورد سبيلنج ار كوريكت، اللي انا اتاكد السبيلنج اللي انا كاتبه صح، انشور ذات يو كومبايند يور سيرش تيرمز، اللي انا مثلا استخدمت اللي هو البولن لوجيك كونسبت زي الاند او الاور، اللي انا استخدمت ايه تاني، اللي انا انشور او كونسيدر ريدوسينج number and the type of limits applied to the search, ensure that you have searched for related words، يعني انا استخدمت كلمات خاصه بالموضوع بتاعي او مترادفات عشان توصل الريزلت اللي انا عاوزها، search for terms that are broader for the topic، يعني استخدم حاجه بتكون اشمل واعم، يعني انا مثلا لو عايزه ازود الريزلت اللي انا عاوزه اوصل لها، بدل مثلا بستخدم اللي هو الفيروسيال بليدنج، استخدم مثلا ابر جي اي بليدنج.
هنا بعمل ايميتيشن ريزلت عن طريق ايه؟ عن طريق مثلا ان انا احدد الاستادي ديزاين بتاعي، اللي انا اختار مثلا انا محتاج مثلا سيستماتيك ريفيوز، احدد الايدج بتاعي يعني مثلا ايه ليميتنج سيرشز باي 6 باي 6 بيقول لي هنا ايه اللي انا عشان اقلل السيرشز بتاعي عن طريق ال 6 بيكون نوت ريكومندد، يعني انا يبقى انا بستخدم الايدج مش بستخدم ال 6 لانه مش بيكون ريكومندد بالنسبه لي. ممكن استخدم ايه اكتب الاستادي بتاعتي او الريبورت بتاعي بالانجلش تو ستاديز مثلا انفولفينج الهيومنز نوت انيمالز، يعني انا دلوقتي بعمل دراسه بعملها على هيومن، فاجيب كل الحاجات يعني او ريزلت اللي خاصه بالهيومنز. كونسيدر ادينج بولين لوجيك كونسبت زي الاند كده، عشان الاند هتجيب لي الحاجات المشتركه اللي ما بينه فهتعمل لي ليميتيشن للريزلت بتاعتي. انشور ذات يو هاف سيرشت فور ابروبريت تكست ووردز، يعني اتاكد التكست وورد اللي انا كاتبها دي بتكون ابروبريت يعني مناسبه للسيرش بتاعي. وبكده يا دكاتره نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا، اتمنى ان شاء الله اكون افدتكم. وما تنسوش تدعوا لزمايلنا اللي توفاهم الله بالرحمه والمغفره، وتدعوا الولد زميلتنا رناد، ولو في اي حاجه انا قصرت فيها او كده ممكن تبعتوها يعني او كده، وما تنسوش تملوا الفيدباك.